أرقام، أخبار، كل ما يتعلق بلعيبة مصر المحترفة في الخارج، تعودتوا تشوفوها دايما في جولة كل يوم أربع، في حلقة كل يوم أربع من السادسة. تعالوا نشوف الجي بي اس النهاردة هياخدنا ويروح بينا فين. طيب نروح لمو صلاح، محمد صلاح الحقيقة النجم المصري المتألق الموسم ده بالأرقام الحقيقة، وواحد من أكتر النجوم اللي بتلمع فيها الدوري الإنجليزي، مش بس في فريق ليفربول. مباراة ليفربول الأخيرة كانت أمام برايتون في الدوري الإنجليزي، كان بيشارك فيها صلاح لمدة 90 دقيقة، وكان الحقيقة صنع أو شارك في المباراة بإحراز هدفين، وكان ليه ثلاث محاولات على المرمى، خمس مراوغات قام بيهم صلاح، نجح في اثنين منهم، كان ليه 30 تمريرة بنسبة دقة 70%، التمريرات المفتاحية واحدة، وتقييمه في المباراة دي كان 8.6 درجة. وليفربول حاليا طبعا من الفرق اللي بتنافس على اللقب في المركز الرابع برصيد 17 نقطة، والمباراة اللي جاية لليفر هتكون أمام إيفرتون، ديربي الميرسي سايد زي ما بيسموه طبعا في الدوري الإنجليزي. سام مورسي لاعب إبسويتش تاون، طبعا سام مورسي شارك في مباراة فريقه الأخيرة واللي فاز فيها إبسويتش تاون على بريستون بنتيجة 4-2، مدة مشاركة سام كانت 90 دقيقة، تمريراته 57 بنسبة دقة 86%، كان ليه تمريرة مفتاحية وحيدة وتمريرات طولية خمسة نجح في اثنين منهم، التحامات أرضية خمسة كسب ثلاثة، وتقييمه في المباراة دي كان 6.7 درجة. وحاليا إبسويتش تاون بيحتل المركز الثاني في برصيد 28 نقطة، والمباراة اللي جاية لإبسويتش تاون هتكون أمام روذرام في الدوري، دوري طبعا الشامبيونشيب. عمر مرموش مهاجم أينتراخت فرانكفورت شارك مع فريقه في مباراته الأخيرة اللي فاز فيها أينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2-0 على هيدنهايم، مدة مشاركة عمر كانت 67 دقيقة، كان ليه 8 مراوغات نجح في 4 منهم وحصل على ركلة جزاء لفريقه، تمريراته 19 نسبة دقة 79%، التحامات أرضية 15 قدر مرموش يكسب 9 منهم، وتقييمه في المباراة دي كان 7.3 درجة. وحاليا أينتراخت فرانكفورت في المركز الثامن في البوندسليغا برصيد 10 نقاط، والمباراة اللي جاية ليهم هتكون أمام هوفنهايم. نروح طبعا لمحمد ياسر اللي بيلعب لفريق تابليس في تشيك، محمد شارك في تعادل فريقه الأخير أمام فريق سافيا براغ، طبعا محمد من المواهب الشابة والواعدة جدا، مهاجم تحت المنظار زي ما بيقولوا، محمد شارك في مباراته الأخيرة لمدة 89 دقيقة، كان ليه محاولة وحيدة على المرمى وحصل على ركلة جزاء لفرقته، التحاماته الأرضية 9 كسب منهم 4، التحاماته الهوائية 10 كسب منهم 3، أفسد هجمتين للفريق المنافس، وتقييمه في المباراة دي كان 6.4 درجة. وتبلسي حاليا بيحتل المركز التاسع في الدوري التشيكي برصيد 13 نقطة، والمباراة اللي جاية هتبقى أمام فريق بانياك في الدوري التشيكي. نروح للسعودية، أعتقد السعودية والدوري السعودي المتوهج السنة دي نسخة قوية جدا حقيقة من عند الأشقاء في السعودية. محمد شريف مهاجم فريق الخليج شارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي تعادل فيها الخليج أمام الرائد سلبيا، مدة مشاركة شريف كانت 90 دقيقة، كان ليه 0 محاولات على المرمى، لمس الكرة على مدار المشاركة 90 دقيقة 9 مرات، تمريراته 7 فقط بنسبة نجاح أو دقة 86%، كي باسز أو التمريرة المفتاحية وحيدة، الوقوع في التسلل مرتين، وتقييمه في المباراة 6.4 درجة. وخليج حاليا فرقة شريف بتحتل المركز ال 11 في الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، والمباراة اللي جاية هتكون أمام الهلال في الدوري السعودي.
لسه في السعوديه ولكن مع طارق حامد لاعب خط وسط فريق ضمك السعودي اللي شارك في مباراه فريقه الاخيره واللي انتهت بفوز كبير لضمك على فريق الحزم بنتيجه 4-1. مده مشاركه طارق كانت 90 دقيقه، صنع هدف من 4 اهداف اللي سجلتهم فرقته، تمريراته 69 بنسبه دقه 96%، تمريرات مفتاحيه 1، تمريرات طوليه 7 نجح في 4 منهم، افساد هجمات للمنافس مره واحده وارتكاب اخطاء 0، وده جديد طبعا على طارق، بس طارق الحقيقه يمكن واحد من اللعيبه المميزه جدا في خط النص الحقيقه، وكل التوفيق ليه مع منتخب مصر. تقييمه في المباراه 6.8 درجه، وضمك حاليا في المركز العاشر برصيد 10 نقاط، والمباراه اللي جايه هتكون امام فريق النصر في الدوري السعودي. عندي